طبعا زي ما شايفين يا جماعة الليلة في مقطع صوتي للجنجويد. المقطع ده ربما يمكن نزل أمس بالليل، والمقطع ده ما جاني إلا الصباح، فعشان كده فالمقطع ده لو جانا كان أمس رفعناه كان جدعناه في اللايف أمس طوالي، لكن المقطع ده جانا في النهاية نهاية الليل، ربما يمكن أنا أصبحت الصباح لقيته، وكان الزول بيتكلم فيه إنه يدير يحجم الجنينة، والمهم اسمه الصوت وحجم الجنينه بالتاكيد، لكن تحيه للابطال والعشاوس بتاع الجنينه، وتحيه لابو رحب برضه ما قصر، انا برفعه هنا برضه. فيا هدى كلام الزول اسمه يا هدى الزول يبقى الصحة تمام بارك الله. يا جماعة في بعض المعلومات طيب دقيقة يا جماعة، الزول ده انا هجيب لكم الصوت حقه، فكان مخطط ومدبر انه داير يضرب الجنينه، الكلام ده امس جانا نص الليل، والمهم في النهايه الجنينه حجموها وضربوها بثلاث اتجاهات، لكن الحمد لله رب العالمين يا جماعه. يا هذا المقطع اهلين وسهلين، كيف حالك؟ اللي يبارك فيك الله يسلمك. والله الجنينه دي اليوم عافيه هذه يعني، لكن لبكره بكون فيها هجوم. العرب يوم لما رجلتين في اربوكنين في حي الجبل، والعقده كلها لمت ولمت اذاكرها، وجهزوا تقريبا امس كانوا بده يضربوها ما ضربوها، لكن الليله في انتم ناس ناقصين كده اندمعوا الليله، وبكره ان شاء الله بيكون الهجوم. هاي هم الناس دي ذاتها قاعدين في محلين، قاعدين في محلين، في محل واحد الثورة كراكر، وفي واحد يعني بيت الوالي ولحد عمارة السلطان. هاي عندهم ثلاثة محلات قاعدين فيها، وانهاروا هم ذاتها كده يعني، انهاروا خلاص. يمكن الدقة دي خلاص، اللي سلم يسلم واللي يموت يموت يعني، ما في لهم طريقة. العرب دي لمت من جميع الجهات، واحدين لموا في البوكنية واحدين لموا في حي الجبل، وعندهم ذخيرة كان من أمس قالوا بأسبوع في عودة ناقصين، دعوهم اليوم يعني خلاص وصلوا، إن شاء الله بكرة يكون اشتباك. كما بنقرز يعني لهم مهم يجيع تاني يكون اشتباك. ومن اتجاه الشمال اتجاه سربة وبيرسليه بذاته كده، في قوة قاعدة بيا قاطين لي احتياط يعني، دارين اللي ذاته كله عادت يعني، منعوا الأسواق للعرب وقاعدة بينها بأموال بودوها بذبحوها وكذا، لكن حكومة قالوا خلاص انا دول لسه ما تسألوا من اللي بعد ننتهي مشكلة الجنة، كل دول حافظ لي مالي يجي في الحريص، واللي بعد ننتهي مشكلة الجنة شالوا غنم زي 300 شوية، وشالوا جمال ذات خمسة ودون تجاه مسروج، والعرب قايتوا لسه من تزمين من اسواق دي زول سايقها ما في، وقال اللي بعد مش طيب. المقطع ده وصلنا متأخر جدا بأنصاف الليالي أمس الكلام ده، والليلة طبعا حجم الجنين، رسالة للقوات المسلحة، وانا داير الناس القوات المسلحه يا جماعه يعرفوا الكلام ده، لانه طبعا هم متابعين معايا اللايف هنا يعني 1 باي 1. فالمهم انا داير انه لازم ينقذوا الناس دي، لازم يمشوا. احنا قاعدين نتكلم، طبعا الناطق الرسمي اتكلم في موضوع بتاع انه دارفور لازم يعني يوجهوا عليها هناك، ما يخلوها، لكن فيمكن انتم شايفين الاحداث بتاعت كتم، والان الجنينه برضه والحصار الموجود يعني، انا ما اعرف يعني، احنا يا قوات يا مسلحه الله يرضى عليكم، القوات الحسي الموجوده القاده في الخرطوم دي، نحن ما دارينا، نحن ما محتاجين لواحد عسكري لابس لكاكي. الزور العسكري القاعد في الخرطوم اللي لابس لكاكي ده ما يعني نحن ما محتاجين له، ولا هو بيعرف بيضرب سلاح اكثر مننا. نحن الناس اللي شايفينهم ديل يعني الكان دفاع شعبي، الكان عسكري بتاع جيش، الكان عسكري بتاع طبطيرة، الكان بوليس، الكان خدمة وطنية، الناس كلها الشعب السوداني ده كله كبر، كل جيش ادونا الذخيرة وادونا ذخيرة بس سلاح ذاته، ما ولا محتاجين لسلاحكم ذاته ولا محتاجين له. الليلة الآن الجنينة نحن خدينا وضربنا الجنجويد ضربة من حديد وانتصرنا عليه كويس، لكن يوميا الناس دي طبعا منتهرين، انتوا زي ما عارفين انهم هم راكبين راس، انتوا عارفين انهم ناس هبل، ناس هبل ما بيفهموا يعني. حسي عليك الله، لو في زول واعي كده بعد التطشيرات الالاف المعلفه بتاعت هيمتي دي انضربت كلها، عليك الله لو زول بس شارب يعني افيون وشارب يعني جميع المخدرات ما بيجي يسلم نفسه للقوات المسلحه ويقول لهم يا جماعه ده طرفي منهم. ها أه؟
الناس دي الناس هم عديل هم شوف هو الناس دي بيقول لك يا انتصر يا عمود ولو قبضته سألته انت مت لشنو ولا دار تموت لشنو ما تقدر يجاوبك اصلا. معناها الكلام ده قلنا لهم زمان قلنا لهم يا جماعه انتوا اي دول يقعد في محله القديم وانت جاي من اي دوله جاي من تشاد من نيجر من سنتر افريق ارجع ما كنت قاعد انت على الموضوع. الناس الكثر الناس من 2003 احنا ما محتاجين لكم ولا دايرينكم ذاته ولا مطاردينكم ذاته امشوا محل جيتوا وانتهى الموضوع بس اللايف انتهى ارجو محل جيتوا واللايف انتهى. فالان في هجوم في الجنينه يا جماعه والقوات المسلحه لسه يا جماعه لسه لسه احنا ما محتاجين لكم عديل زول لابس كاكي كده ما محتاجين لكم قبلنا الذخيره دي البلح ده لانه دي معركه بتاعت كرامه ما في زول داير يسمع كلامنا وما في زول داير ينفذ تعليماتنا وفي النهايه تجي تقول لنا جيشا واحد وشعبا واحد ونحن سوا والمواطنين المفروض يلتفوا ورا القوات المسلحه ويسندوا الظهر القوات نسندوا كيف؟ حبيبنا لو اخوك شقيقك بياكل وما بيديك وانت اولادك جعانين تقول له ده اخوي شقيقي؟ حباب النافع حباب النافع ما في زول يا جماعه اخوه شقيق وده قاعد معاه وهو بيظلمه وبقول له والله انت اخوي ما في كلام فارق بالشكل ده ما تجي تقول لي انت اقف ورا القوات المسلحه واسنده والجيش وارفع الفيديوهات والجيش ده ما عنده اعلام وبعد شويه ها انا بقول لك يا اخي يا اخي سيرتك ابوك لا حق امك لا اي عسكري مثلا اي ضابط انا برد لاي ضابط حق ابوك لا حق امك لا الدوله دي مكتوبه باسمك لا السلاح ده والذخيره ده حق منو؟ حقنا نحن صح يا اخي ادينا الذخيره جيب الذخيره بس انت مالك يا انت خايف من الامم المتحده؟ انت قايل نفسك انت ما بتموت يعني؟ حسب المعركه دي كم عسكري مات انت يعني انت قايل نفسك انت ما بتموت يعني؟ الزول اللي بيخاف من الموت ده الموت التفرون منه فهو فهو ملاقيكم ان كنتم في بروج مشيع اي زول قاعد معي في اللايف ده انت مصيرك تموت كده كده انت ميت ضربوك ما ضربوك كتالوج ما كتالوج انت وين؟ وين جدك وحبوبتك وحبوبه حبوبتك؟ وينه؟ مش اصبحوا اسام بس وفي ناس اساميهم ذاته سقطت من الدنيا؟ كلمنا القوات المسلحه 700,000 مره ونحن لحد ثابتين وراكزين ولا نحن الناس اللي بنشق الصفوف لكن بنجي نردمك بنجي نفجخك هنا عشان تسمع الكلام لكن ما ممكن لا يمكن انا اخون بلدي ولا يمكن انا اقيف مع زول غزو ركز في النقطه دي زول غزو يعني يجي في 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 في, في يغزي بلدي انا اقيف معه واخليك انت مهما كان لكن انا لما افجخك ما معناته انا ضدك انا دايرك تفهم وتلفت نظرك يا جماعه الحته دي اقطعوا وصلوها في بريد بتاع القوات المسلحه يا القوات المسلحه السلام عليكم للمره المليون السلاح ده ما حق امكم ولا حق ابوكم ولا في زول داقله طوريه ده من كنوز الدوله وعرق المواطن والضرائب بتاع المواطن صح هاي ادونا السلاح ادونا الذخيره بس السلاح ذاته ما دايرينه 1000 بندقيه مسلحه بذخيره افضل من 10,000 بندقيه وما عندها ذخيره كلام واضح ما دايرين نكرر الكلام ثاني كثير يوميا نجي نقول لكم في الموضوع ابو رهف يا هودا وراكم عديل يا هودا ابو رهف نجيب لكم هنا أخي ما تكفروا معنا يا أخي. ما الليلة صدينا العدو، الليلة ضربنا العدو، الليلة ضربناه في الجنينة واسع أي زول وكلكم عارفين ناس الاستخبارات، كلكم ناس الجيش عارفين، كلكم الضباط اللي قاعدين في الاستخبارات عارفين الكلام ده. كلكم جد عارفين. طيب نجيب لكم أبو رحمة فينا. الله ينال أبوكم يا أخي. طيب. أن احنا كمواطنين الليله اندقينا في الجنينه الليله وناس كتب اندقوا وعارفين الكلام ده ما دارين اي عسكري الجيش ده كله اللي مودي الخرطوم ما فاضل له ولا محتاج له قدراتنا اكثر واكبر من الوليدات الهزقه دي هاربوا دي نحن اكبر منهم سنا وخبره اكبر منهم سنا وخبره وسود العساكر الموجودين ديال اللي قاعدين نشوف عليهم عمر 25 و30 ديال نحن اجدر منهم وخبره نحن ما بننقص من شانهم تحيه لهم الدريع خرطوم ديال تحيه لكن هم بيعرفونا بيشوفونا في اللايفات وكلامنا العسكري اللي بنقوله عارفين ان نحن عندنا خبره في العسكريه اكثر منهم يبقى خلاص نحن يا اخي المعركه بتاعت الكرامه
زيليسكي ده وريناكم وضربنا المثل بالاتحاد الاوروبي. زيليسكي ده زيليسكي لما قام الحرب هنا في البلد دي سلح المواطنين. ما حرام على حلال على زيليسكي وحلال للاتحاد الاوروبي وحلال لامريكا اللي بيسلح شعبه عشان يقول لها اي زول في امريكا يشيل سلاح يعمي نفسه. انت يا رخيص يا سوداني، يا انت يا عسكري يا رخيص، انت لو خايف من المجتمع الدولي